ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطه الفواكه. طبعا طبعا ما تحب اي فواكه تحبيها تجيبيها، ده بذوقك انت. طب يا سامية، بقول لك ايه؟ ايوه، انت بتحبي اكتر حاجة في الفواكه ايه؟ انا بحب تحبيها تاكليها سلطة زي انا الحاجات دي مشتراها، ولا بتحبي تختاري ايه؟ بس بحب بقى اضيف كمان فراولة. لا، الفراولة احنا بنحبهاش. انا لو كنت عرفت كده كنت جبتها لك يعني. لا، انا بحب الفراولة قوي. ما انا معرفش، انا جبت بقى قلت عنب، برقوق. البرقوق جميل برضو، والعنب هيعوض يعني. الفراوله بيبقى ليها مزازه كده، عشان احنا ما قلناش فيها بنحس ان بتجيب املاح. هي فعلا بتجيب املاح، لكن هي جميله بصراحه. خلاص، انت تاكلي عندنا المره الجايه، وعزميني انا بقى عندك بالفراوله. انت صح، جربتي اللي انا كنت عاملاها لكم مره لما كنا في الساحل؟ دي جميله جدا. الله، تعالي نبقى نعملها على القناه بعد كده. تعملها لنا انت، تطلعي بقى. هعملها انا. طيب، طب ماشي، تعمليها لحبايبنا. ها، ان شاء الله. حاضر، من عينيا اكيد. احنا نعمل لهم كده حاجه حلوه كده، يا رب تعجبهم. دي حبيبتي، ده انا والله اصلا بتعلم منك. اعمل انا؟ ربنا يخليك، ربنا يخليك. بس انا كمان برضو كنت بحبها بعصير برتقال او بعصير حاجه، يعني بدل الخلطه اللي انت، مش هحرق الخلطه طبعا اللي انت هتعمليها. لا لا لا، لا، بس اقول لك حاجه، انا عارفه قصدك ايه. قصدك ان انا اجيب مثلا برتقال، عصير برتقال او عصير كوكتيل واحطه عليه، صح؟ ايوه. لا، انا بحبها كده خلطه، بتبقى احلى. انت هتورينا بقى. بحس ان انا باكل فواكه طبيعيه. ما انت عايزه تحطي بقى. لا، دي حاجه تانية دي. ويا ستي بقى كده هنقطع البرقوق، لقيه طعمه جميل قوي. البرقوق ما تحطيش البرقوق. بس طعمه حلو قوي، هو بيدي مزازه كده، بيبقى في كيوي كمان. بس انا بقى احنا برضو ما بنحبش الحاجه اللي... ده انا لا، الكيوي برضو بحبها قوي. يعني ممكن تحطي كيوي برضو المره الجايه، حطي لنا انت بقى. ماشي، خلاص اتفقنا. العنب بقى، هنا العنب طبعا انا غسلاه كويس قوي، يجي كذا مره. هنبتدي نفصصه. طبعا انا لقيت الشهدي ده قدامي، كنت هجيب شهدي منجوة، بس ما لقيتهوش. التاني بقى طعمه خرافة. ده طبعا اسمه شهدي عريش، بس التاني منجوة. تقشريه كده هتحس ان انت بتاكلي مانجا، ولونه لون المانجا.
طبعا يا جماعه لو هتاكلوا فاكهه دلوقتي قطعوا الموز، مش هتاكلوه دلوقتي قبل التقديم قطعوه عشان لون الموز بيتغير. طبعا بقى صاحبتي بتقول ان هي بتحطي برتقال مثلا، عصير برتقال، عصير كوكتيل. هوريكم الصوص بتاعي هنعمله ازاي. انا هعمل بقى قدامكم. طبعا انا جبت شويه ميه وهحط 4 معالق سكر طبعا اختياري، لو عايزين تحطوا عصير حطوا. طبعا كده السكر ساح، ببتدي احطه على الخليط الفواكه اللي انا عملته. طبعا انا حطيت عليه تلج، حلو قوي للرحل، للمصايف، لاي حاجه. وبكده يا جماعة الفيديو خلص معانا، ويا رب يعجبكم.